أثار عقد مجلس محافظة كركوك جلسة شكل خلالها عددا من اللجان وعين رؤساء ثلاث وحدات إدارية في المحافظة، أثار خلافات حادة بين الكتل والقوى السياسية وصلت إلى كيل الاتهامات لرئيس المجلس. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير مع مراسلنا محمد الصالح. بعد شهرين من تشكيل حكومة كركوك المحلية، مجلس المحافظة ودون موعد مسبق يعقد جلسته التي تم من خلالها تشكيل اللجان وتعيين رؤساء لثلاث وحدات إدارية مع تعيين النائب الأول للمحافظ. وتم خلالها انتخاب النائب الأول لمحافظ كركوك، وأيضا تم تصويت على النظام الداخلي وأيضا مهام اللجان داخل المجلس، وأيضا تم التصويت على رؤساء الوحدات الإدارية الحويجة ودبس وداقوق. لم نرشح لأننا لم نعترف. وما أن انتهت الجلسة حتى فجرت سيلا من الاتهامات والاحتجاجات التي أعلن عنها الأعضاء المقاطعون السبعة، مؤكدين عن إن إبلاغهم بموعد الجلسة تم بعد انتهاء الدوام الرسمي وعودتهم إلى المنازل. ندين ونستنكر بشدة سياسة الإقصاء والتهميش المتعمدة من قبل رئيس مجلس محافظة كركوك والاستخفال الغير المبرر دون حضور الأعضاء لعقد جلسات المجلس أسوة بأقرانهم الآخرين. وبقينا لسه عبث ثنتين وربع احنا بالمحافظة داخل المحافظة لم تعقد الجلسة، وانتظرنا قالوا ماكو جلسة، واحنا من طلعنا وصلنا للبيت تفاجأنا بأن أول جلسة تم عقد الجلسة وتوزيع المناصب. الجبهة التركمانية وصفت عقد الجلسة بأنها استكمالا لما وصفته بالتآمر على التركمان وضربة لروح التعايش السلمي، مؤكدة أن الشخص الذي تم تعيينه نائبا أول للمحافظ لا يمثل الجبهة التركمانية ولم يرشح من قبلها. يوم أمس كان هناك مرشح من قبل الأحزاب الكردية والأحزاب العربية لشخصية تركمانية لتمثيل التركمان في المناصب التنفيذية. نحن لا نعترف بهذا الآلية ولا نعترف بالشخصية المختارة. الجبهة التركمانية العراقية والأحزاب المتحالفة معها لديها ممثلين في مجلس المحافظة. بين اتهامات المعارضين بالإقصاء ومضي المشاركين بتوزيع المناصب وتقسيم اللجان، تتجه الأنظار إلى القضاء العراقي الذي ستنهي أحكامه الجدل. لقناة دجلة محمد الصالح، كركوك.